نرحب بحضراتكم مرة تانية وقعدتنا في صباح الخير يا مصر. بنبدأ معاكم أولى فقرتنا بنظرة سريعة على أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لوفد الصيني رفيع المستوى برئاسة لي تشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وشهد اللقاء تثمين الجانبين لعلاقات الصداقة التاريخية اللي بتربط مصر والصين على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية. أيضا امبارح ترأس دكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأكد رئيس الوزراء على دور الجهاز المحوري في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة واللي بيعتبر واحد من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. في أخبار مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد صيني رفيع المستوى برئاسة لي شي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. شهد اللقاء تثمين الجانبين لعلاقات الصداقة التاريخية اللي بتربط مصر والصين على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأكد رئيس الوزراء على دور الجهاز المحوري في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما يقدمه من خدمات متنوعة من شأنها أن تسهم في الدفع لنمو هذا القطاع المهم اللي بيتيح المزيد من فرص العمل، وده بالنظر لاعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من ملفات صندوق التنمية الحضرية، وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور اللي بيقوم به الصندوق انطلاقاً من رؤية الدولة نحو تطوير العمران القائم والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن المصرية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية لعرض رؤيتهم بشأن تعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير. استهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أن غرفة الصناعات المعدنية تعد واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات المصرية، حيث يتخصص أعضائها في واحدة من الصناعات الاستراتيجية المهمة، وقال رئيس الوزراء: حرصت على عقد هذا الاجتماع معكم من أجل الاستماع إلى آرائكم بشأن تعميق الصناعات المعدنية والعمل على تبني خطط لزيادة الإنتاج والصادرات. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر، وشددت على أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل ساري كما هو دون إلغاء، وهيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين، وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري مع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي، مشيراً إلى توافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد التقى الأدميرال روب باور والوفد المرافق له، وتناول اللقاء علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. بالنسبة لأخبار محافظات مصر، في القليوبية تم استلام دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة والإنارة. كمان في أسوان تم تنفيذ 90% من المرحلة الثالثة لمشروع إحلال محطة جبل تقوق وفريال. أما في الإسكندرية فتم افتتاح مركز السكر النموذجي بمستشفى الجمهورية العام. مرحبا
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في القليوبية تم استلام دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة والإنارة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وده في إطار الاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري. في جامعة سوهاج تم الإعلان إنه يوم الحد اللي جاي الموافق الأول من أكتوبر هيبدأ التسكين الورقي للطلاب الجدد بالمدن الجامعية، وده بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكافة مباني المدن الجامعية وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم وأماكن الإعاشة، وده لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لمواصلة العملية التعليمية في سهولة ويسر. في قنا أعلنت المحافظة عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المكترات الصغيرة بدءاً من يوم الحد اللي جاي الموافق 1 أكتوبر بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة ليها، وده في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللي بتهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية. في جامعة بني سويف أصدرت الجامعة قرار بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وده لجهودهم المبذولة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد والحفاظ على حسن سير العمل. في أسوان بيتم تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق وفريال والخطوط الناقلة للخزان الأرضي المزمع إنشاؤه بسعة 12,000 متر مكعب، ووصلت نسبة التنفيذ ل90%. في المنيا أعلنت مديرية الصحة إجراء 50,848 تحليل مختلف بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية خلال شهر أغسطس الماضي بهدف توفير خدمة طبية لائقة في كل التخصصات ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن إقامة النسخة 7 من المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني بالمحافظة، وبدأت بالفعل في ترتيب فعاليات المسابقة اللي هتقام في شهر فبراير من عام 2024. في الإسكندرية افتتحت مديرية الصحة مركز السكر النموذجي بمستشفى الجمهورية العام، وده في إطار الاهتمام بتقديم خدمات صحية مميزة، وبيعد المركز نموذج متميز للمراكز التخصصية اللي بتخدم فئة كبيرة من المرضى.